بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نكمل إن شاء الله منهج الرياضيات للصف الأول الابتدائي، المنهج المصري، الفصل الدراسي الأول، العام الدراسي 2015-2016. معاكم ناصر سالم. احنا شغالين في الوحدة الأخيرة اللي هي الوحدة الرابعة، وشغالين في موضوع الجمع حتى العدد 9، وعرفنا ازاي بنجمع، وخدنا تمارين على الجمع في الدرسين اللي فاتوا. الدرس الثاني وهو مكونات الاعداد من 1 إلى 9. يعني مثلا لما اقول لك 5، لما اقول 5، ايه الاعداد اللي تتجمع على بعض وتديني 5؟ هي دي بسميها مكونات الاعداد. يعني مثلا 0 + 5 = 5. طيب بعدها 1 + ايه؟ + 4 = 5. طيب 2 + 3 = 5. ايه تاني؟ ولو عكست بقى، ولو عكست، يعني مثلا لو قلت 3 + 2، 3 + 2 هي 2 + 3، ولو قلت 4 + 1 هي 1 + 4، ولو قلت 5 + 0 هي 0 + 5. دي بسميها ايه؟ بسميها مكونات العدد 5، مكونات العدد 5. فاحنا هناخد مكونات الاعداد بس حتى تبقى ايه؟ تبقى عارف الاعداد اللي تتجمع على بعض وتديني عدد معين. مكونات العدد 1 هو ملوش الا ايه؟ الا مكون واحد بس. 1 + 0 بكام؟ ب1. طيب 0 + 1 يدينا ايه؟ يدينا 1. 0 + 1 يدينا 1. طيب مكونات العدد 2 اهوت، نقول 0 + كام؟ 0 + 2 يدينا 2. طيب 1 + ايه؟ انقص، يبقى 1 + 1 يدينا 2. طيب 2 + ايه؟ 2 + 0 يدينا 2. يبقى دي بسميها مكونات العدد 2. ببدا بالصفر، 0 + 2، بعد كده ازيد على الصفر ده اخليه 1، ونقص ده 1، يبقى 1 + 1، وهكذا. طيب مكونات العدد 3، يبقى 0 + ايه بقى؟ +3، مظبوط. طيب 1 زودت هنا ونقصت هنا، يبقى 1 + 2. طب 2 + ايه؟ +1. طب 3 + ايه؟ ارجع تاني، -0 يدينا 3. يبقى دي بسميها مكونات العدد 3، مكونات العدد 3. طيب نشوف مكونات العدد 4. مكونات العدد 4 كام؟ كام زائد 1 يدينا 4؟ 3. طيب كام زائد 2 يدينا 4؟ 2 + 2. 3 + ايه؟ 3 + 1، ها؟ 4 + 0. طيب 0 + 4، مظبوط. يبقى 4 + 0 و3 + 1 و2 + 2 و3 + 1. طيب مكونات العدد 5، يبقى هنا ايه؟ 5 + 0. طيب وهنا 4 + 1، هنا 3 + 2، هنا 2 + 3، هنا 1 + 4، هنا 0 + 5. يبقى دي الاعداد اللي بتديني 5، 3 + 2 و2 + 3، 5 + 0 و0 + 5، 4 + 1 و1 + 4. يعني نجمعهم تاني، ها؟ 5. يبقى 0 + كام؟ 5. 1 + كام؟ -4. 2 + 3. طيب 3 + 2، 3 + 2، 4 + 1، 5 + 0 يديني مكونات العدد 5، مكونات العدد 5. مكونات العدد 6، ها؟ 6 هنا 0، يبقى ايه؟ 6 + 0. طيب 1 يبقى 5 + 1، 2 يبقى 4، 3 يبقى 3 + 3 يدينا 6. هنا 4 + كام؟ +2. 5 + 1، 6 + 0 يدينا 6. طيب نجمع بقى في المربعات كده، انا 0 + كام يدينا 6؟ 0 + 6، 1 + 5، 2 +
أربعة، تلاتة زائد تلاتة، أربعة زائد أربعة زائد كام؟ اتنين. خمسة زائد واحد، ستة زائد كام؟ زائد صفر. يبقى دي بسميها مكونات العدد ستة، مكونات العدد ستة. طيب مكونات العدد سبعة، هنا واحد زائد كام؟ زائد ستة. طيب اتنين زائد خمسة، طيب سبعة زائد ايه؟ صفر. تلاتة زائد كام عشان يديني سبعة؟ تلاتة زائد اربعة. هنا واحد زائد ستة، اتنين زائد خمسة، تلاتة زائد اربعة يدينا سبعة، يساوي ايه؟ سبعة زائد ايه بقى؟ زائد صفر. كل ده يديني سبعة. طيب سبعة يبقى ستة زائد ايه؟ زائد واحد. خمسة زائد اتنين، اربعة زائد تلاتة، طب صفر زائد كام؟ زائد سبعة. دي بسميها مكونات العدد سبعة، مكونات العدد سبعة. مكونات العدد تمانية، صفر زائد كام؟ زائد تمانية. طيب واحد زائد سبعة، اتنين زائد ستة، تلاتة زائد خمسة، اربعة زائد اربعة، اي اربعة زائد اربعة، هنا اربعة زائد اربعة، تلاتة زائد خمسة، مظبوط. اتنين زائد ستة، واحد زائد سبعة، صفر زائد كام؟ زائد تمانية. صفر زائد تمانية، تمانية ها، صفر زائد كام؟ زائد تمانية. واحد زائد كام؟ زائد سبعة. اتنين زائد ستة، تلاتة زائد خمسة، اربعة زائد اربعة، هنا تمانية. سبعة زائد كام؟ زائد واحد. ستة زائد اتنين، خمسة زائد تلاتة، تمانية زائد كام؟ زائد الصفر عشان يديني العدد تمانية. مكونات العدد تسعة، نبدأ هنا بالمربعات. صفر زائد كام؟ زائد تسعة. واحد زائد تمانية، اتنين زائد سبعة، تلاتة زائد ستة، اربعة زائد خمسة يدينا تسعة. طيب يبقى خمسة زائد كام عشان يدينا تسعة؟ زائد اربعة. ستة زائد تلاتة، سبعة زائد اتنين، تمانية زائد واحد، تسعة زائد كام؟ زائد صفر. دي بسميها مكونات العدد تسعة. تسعة، صفر زائد تسعة، ها، واحد زائد تمانية، اتنين زائد سبعة، تلاتة زائد كام؟ ستة، اربعة زائد خمسة يدينا تسعة. طب هنا خمسة زائد اربعة، ستة زائد تلاتة يدينا تسعة، سبعة زائد اتنين، تمانية زائد واحد، التسعة زائد صفر، بسميهم مكونات العدد تسعة. يبقى احنا الاعداد اللي اخدناها كلها بالكامل ديت، عرفنا العدد يساوي كام، كام وكام يدينا نفس الايه؟ نفس العدد. طيب بيقول لي فل كلا من العددين تمانية وتسعة بمكوناتها. تمانية دي سبعة زائد واحد، مظبوط، يبقى تمانية. طيب اربعة زائد خمسة، حط الخمسة في عقلي واطلع اربعة. خمسة ستة سبعة تمانية تسعة، يبقى تسعة. طب دي التلاتة زائد خمسة كام؟ تمانية. اربعة زائد ستة، عشرة مش موجود، ستة زائد تلاتة تسعة، مظبوط. ستة زائد اتنين تمانية. سبعة زائد واحد تمانية. سبعة زائد اتنين تسعة، سبعة تمانية تسعة. اربعة زائد اربعة تمانية. اربعة زائد سبعة حداشر، لا ما ينفعش. يبقى احنا كده وصلنا الاعداد اللي مجموعهم كام؟ تمانية او تسعة. اكمل. تلاتة زائد كام يدينا ستة؟ اطرح الستة، اطرح منها تل. ما ازود من التلاتة لحد الايه؟ لحد ستة، معلش انتوا لسه ما خدتوش الطرح. يبقى تلاتة، ها، اربعة، خمسة، ستة، زودت انا كام؟ زودت تلاتة، يبقى تلاتة زائد تلاتة يساوي ستة. طيب تلاتة زائد كام اقل من الستة؟ لازم اقل من التلاتة، يبقى تلاتة مثلا زائد اتنين، تلاتة زائد واحد. أربعة زائد كام يدينا سبعة؟ زود، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، يبقى أربعة زائد تلاتة.
طيب اربعة زائد كام اكبر من السبعة؟ يبقى لازم العدد التاني ده هيكون اكبر من تلاتة. اربعة مثلا زائد اربعة هنا كام زائد اتنين يدينا تسعة؟ اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة، زودت كام؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة، يبقى سبعة. طيب كام زائد اتنين اقل من التسعة؟ يبقى لازم اقل من السبعة، يعني ممكن اخد الستة. خمسة زائد اتنين اكبر من خمسة زائد كام؟ زائد واحد اكيد، او زائد صفر. اتنين زائد سبعة يساوي تلاتة زائد كام؟ اتنين زائد سبعة كام؟ تسعة. يساوي تلاتة زائد ايه؟ انا هنا زودت واحد يبقى ناقص هنا، يبقى ستة. كام زائد كام يدينا اتنين؟ واحد زائد واحد. طيب كام زائد كام اكبر من الاتنين؟ يبقى اتنين زائد واحد اللي هو التلاتة، ازود واحد على اي حد. تلاتة زائد كام أقل من واحد زائد أربعة؟ واحد زائد أربعة كام؟ خمسة. هنا بقى تلاتة زائد كام أقل منه؟ يبقى تلاتة زائد واحد، ما ينفعش تلاتة زائد اتنين، ممكن تلاتة زائد صفر ممكن. طيب خمسة زائد كام يدينا أربعة زائد تلاتة؟ يبقى خمسة زائد اتنين، أنا نقصت هنا وزودت هنا. كام زائد واحد أكبر من خمسة زائد اتنين؟ هنا كام ديت؟ سبعة. يبقى أنا ممكن أقول إيه؟ سبعة زائد واحد أكبر من إيه؟ خمسة زائد اتنين، دي سبعة ودي تمانية. تمانية زائد واحد يساوي، أي تمانية زائد واحد دي كام؟ تسعة. يبقى ستة زائد تلاتة يدينا تسعة. يبقى احنا كده انهينا درس مكونات الاعداد، وعرفنا كل عدد من الاعداد بيتكون من عددين، مثلا زي الخمسة قلنا تلاتة زائد اتنين، او واحد زائد اربعة، او صفر زائد خمسة، وهكذا. اشوفكم في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.